ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. وصول الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة وترقب لوصول باقي الأفواج عبر رحلات لاحقة. البنك المركزي الموريتاني يعلن في نواكشوط عن الفائزين في مسابقة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. هبوب ريح قوية على بلدية النيملان بولاية تاغانت يخلف سقوط عدد من المساكن والمتضررون يدعون السلطات لمساعدتهم. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين إلى المدينة المنورة ويتكون الفوج من 500 حاج وينتظر أن تتواصل لاحقا بقية الأفواج في رحلات مباشرة بين مطار نواكشوط الدولي التونسي ومطار المدينة المنورة. وتقول وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إنها اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل ضمان حسن سير عملية الحج. أعلن البنك المركزي الموريتاني عن الفائزين في مسابقته للابتكار في مجال التكنولوجيا وذلك خلال نشاط نظمه بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط. ويقول البنك المركزي إنه يسعى من خلال هذه المسابقة التي أطلقها شهر يناير الماضي إلى السماح للمقاولات الموريتانية والشركات الناشئة بتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع في موريتانيا. يسعى البنك المركزي الموريتاني من وراء تنظيم مسابقة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية فينتك إلى مواكبة النمو الاقتصادي الذي تعرفه البلاد والاستعداد للآفاق المستقبلية الواعدة للاقتصاد الوطني من خلال تطوير أداء القطاع المالي بتقديم حلول ذكية تعتمد أحدث التكنولوجيات التنبؤية الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي والتكنولوجيا المستقبل البلوكشين والحوسبة الإدراكية والسحابية. إلى ذلك يعكف البنك المركزي على تنفيذ مشروع دعم عصرنة البنية التحتية المالية قمف ومشروع مكتب المعلومات الائتمانية بكر، كما أطلق مؤخراً مشاورات وطنية موسعة لإرساء استراتيجية وطنية للشمول المالي. وأشاد محافظ البنك المركزي الموريتاني بجهود اللجنة المشرفة على المسابقة كما أشاد بقدرات المتسابقين فيها، مضيفاً أنهم أظهروا مستوىً عالياً من المعرفة والاطلاع. أعضاء اللجنة الأكاديمية، لقد بذلتم جهوداً مضنية لرفع مستوى المسابقة مع مراعاة السياق الموريتاني وتطلعات المستهلك المالي في بلادنا، فلكم منا جزيل الشكر. أيها المتسابقون الكرام، في هذه المسابقة لا يوجد خاسر وإنما يوجد رابحون فقط، وكلكم رابحون فائزون. لقد برهنتم خلال الأسابيع والأشهر الماضية على سعة اطلاعكم على التطورات التكنولوجية الهائلة التي تجعل من أيامنا عصراً رقمياً بامتياز، كما أظهرتم مستوى عالياً في النضج والمسؤولية والرؤية الثاقبة، فلكم منا كل التهنئة والتشجيع. تتواصل في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة تكوين حول النوع والوقاية من التطرف العنيف في منطقة الساحل بمشاركة 20 سيدة من دول الساحل الخمس، وتبحث الورشة على مدى 3 أيام تعزيز القدرات لصالح المشاركات فيها. وقد تأسست مجموعة دول الساحل الخمس عام 2014 في العاصمة نواكشوط وترأسها الآن دوريًا بوركينا فاسو. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
20 سيدة من دول مجموعة الساحل الخامس، بينهن برلمانيات وسيدات أعمال، تبحثن في ورشة إقليمية بالعاصمة نواكشوط موضوع النوع الاجتماعي والوقاية من التطرف العنيف في منطقة الساحل. الورشة الإقليمية تستمر 3 أيام ويلتور أن تخرج المشاركات فيها بتوصيات تسهم في إيجاد حلول للتحديات الأمنية بالمنطقة. جيت مشاركة هنا في هاي الورشة، ورشة تكوينية مدة 3 أيام، التكوين تحت شعار النوع والوقاية من التطرف والعنيف في الساحل، دول الساحل الخمسة. وتوفوا ورشة مشاركين فيها النساء الفاعلات كاملات، النساء على العموم في الدول الخمسة وإلى الساحل، تبحث مواضيع العنف، مكافحة العنف والتطرف العنيف في الساحل، في دول الساحل كاملين. تسعى الورشة التكوينية إلى تعزيز قدرات النساء المشاركات فيها ونقاش سبل الوقاية من التطرف العنيف، ويشارك فيها عدد من الخبراء. وتهدف هذه الورشة التكوينية إلى بث المعارف وتعزيز القدرات لفائدة 20 سيدة من دول المنطقة من بوركينا فاسو وموريتانيا ومالي والنيجر وتشاد، من برلمانيات وسيدات أعمال وجامعيات وتاجرات، وذلك في مجال الوقاية من التطرف العنيف، أخذا بالحسبان لما للمرأة في منطقتنا من دور فعال في الأسرة وفي المجموعات، وكونهن فاعلات أساسيات في مجال الوقاية من هذا التطرف العنيف. وتنظم الورشة بالتعاون بين الأمانة الدائمة لدول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ومالي، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة والمملكة الإسبانية. تسببت ريح وصفت بالقوية شهدتها بلدية نملان بولاية تاغانت في سقوط عدد من المساكن، ويقول السكان المتضررون في تصريحات لقناة مرابطون إن الريح استمرت ساعتين وتخللتها بعض الأمطار. ويطالب سكان بلدية نملان السلطات الموريتانية بمساعدتهم من أجل تجاوز الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الريح. المزيد نتابعه فيما يلي. يلملم هذا الرجل ما تبقى من بضاعته بعد أن خر سقف حانوته بفعل قوة الريح التي سبقت أمطارا شهدتها بلدية نيملان بولاية تاغانت. الريح خلفت أضرارا مادية كبيرة، حيث سقطت دور وأعرشة وانهدت أبنية كانت تؤوي أهلها هنا في مدينة نيملان. أصحاب والله شبه الإعصار دور عدعان بصلاة العصر تقريبا، وقطعا ما رأي حد في شيء. شي كاملين قالوا لمباراة المثقفين بالسنق والله العودان ومديرة على بوتوهات، ما بقى منهم شي، وديار المثقفين بالسنق كيف ذاك، وصدر صدر قليل ذاك اللي بقى منه على العموم جاي من عند العدل، كاملين النخل وذاك. الريح هبت بعد صلاة العصر مباشرة واستمرت قرابة ساعتين وتخللها مطر بقيت آثاره، خصوصا في مدرسة هذا الحي التي تضررت مما حدث. رياح مانعه شديدة حتى انخلعنا لين ذاك، طاحت ياسر من مكان هون، ياسر خسر رياح، خسر مادية مانعه قلب بشرية ما شاء الله الحمد لله، طيحت ياسر من المباراة الصدر كامل بعد الحمد لله ما شاء الله الحمد لله، سلكوا بعد دروحة قال خسروا مكينهم ياسرين وذاك المبار وياسر من مكانات كانوا هم، وانتوا الحمد لله شوق الحمد لله ما رينا بس الحمد لله. ويطالب ساكنة نيملان بتدخل سريع من الجهات الإدارية لإصلاح ما أفسدت الريح ومد يد العون لهم من أجل تجاوز الأضرار التي تعرضوا لها، خصوصا أن بعض الأسر بقيت بلا مأوى. لقناة المرابطون محمد اسم الخالد نيملان من ولاية تاغانت. أطلقت بلدية توجونين في العاصمة نواكشوط أسبوعا لنظافة المدينة، وقال عمدة بلدية محمد لمين والشعيب في تصريح لقناة المرابطون إن الحملة تسعى لرفع مستوى الاهتمام بالنظافة وتتضمن تحسيسا حول مخاطر النفايات
وتنظم حملة التنظيف بالتعاون مع بعض الشركاء التنمويين للبلدية، وتشهد توزيع ملصقات توجه المواطنين بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها بخصوص النفايات من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية. في إطار جهود بلدية جنين الرامية إلى الرفع من مستوى الوعي بمخاطر النفايات وأهمية الاهتمام الخاص بالنظافة خصوصا في هذه الفترة التي نستقبل فيها موسم الأمطار، قررت بلدية جنين القيام بأسبوع للنظافة بالتشارك والتعاون والتنسيق مع المجلس الشبابي على مستوى مقاطعة جنين، وبدعم مقدر من مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات. وهذه فرصة أولا لنشكر شركاء البلدية في هذا الجهد، وتحديدا مشروع الوقاية من النزاعات وترقية الحوار بين الثقافات والمجلس الشبابي على مستوى مقاطعة جنين، وهي شراكة نرجو أن تتعزز في المستقبل. ويأتي هذا العمل وهذا البرنامج في إطار كما أشرت حملة البلدية الساعية إلى الرفع من مستوى الاهتمام بالنظافة، ويتمثل برنامجها في أيام تحسيسية توزع فيها مرصقات ونشريات تحدد مخاطر النفايات وتوجه إلى الإجراءات المناسبة لاتخاذها والتنسيق مع الفاعلين في هذا المجال. وبعد ذلك إن شاء الله ستكون في حملة النظافة التي نباشرها اليوم. أطلقت منظمة مولاي علي الشريف الخيرية نشاطاتها في العاصمة نواكشوط، ويقول القيمون على الجمعية إنها لا تعنى بالقضايا السياسية وتنشط في المجال الاجتماعي الخدمي. ويقول أصحاب الجمعية التي تأسست مؤخرا بنواكشوط إنهم يسعون من خلالها إلى خدمة الفقراء والمحتاجين في المجتمع الموريتاني. وهي منظمة غير حكومية لا تعنى بالقضايا السياسية، إنما تهدف لخدمة المجتمع في الإطار الصحي والخدمي والإغاثي لإحياء روح التكافل الاجتماعي. أيها الجمع الكريم، بتواجدكم اليوم معنا بمقر المنظمة نكون قد وضعنا لبنة جديدة لبناء صرح ينعم فيه الفقير بما يسد الحاجة والمريض بالدواء واليتيم بالكفالة. باب المنظمة مفتوح أمام الجميع من داعمين ومحتاجين، شريطة أن يكون الدعم غير مشروط وأن يتم تقييم وتقدير الحاجة من قبل هيئات المنظمة، وسيكون التدخل حسب الإمكانيات والأولويات. اسمحوا لي في الختام أن أتوجه إليكم باسمي وباسم هيئة المنظمة من مكتب تنفيذي وأعضاء بكاف للشكر وجزيل الامتنان، راجيا من المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يكون. طلب منتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة السلطات الموريتانية بالقبض على من وصفهم بالمجرمين الذين يعيثون في الدين إلحادا وفي الأرض فسادا على حد تعبيره. وأضاف المنتدى في بيان صادر عنه أنه يهيب بالغيورين على الدين بالوقوف في وجه هؤلاء الذين قال إنهم يتطاولون على الدين ويشككون فيه وينتقصون من الفرائض وواجب الواجبات وأوجب الواجبات وفق ما ورد في البيان. وقال المنتدى إن لديه قائمة بأسماء هؤلاء ونماذج مما كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا ما نشروا بأنه مقولات كفرية على حد تعبيرهم. التوك توك وواو وسيلة نقل للأشخاص والبضائع بدأتا تشكلان منافسة لغيرهما من وسائل النقل الأخرى في العاصمة نواكشوط. ورغم ذلك فإن بعض أصحاب وسيلتي النقل الجديدتين يشكون تحديات ومشاكل يقولون إنها تواجه عملهم اليومي. التفاصيل نتابعها في بايلي. توك توك وسيلة نقل عمومية، ورغم صغر حجمها إلا أنها تلبي حاجة المواطنين في نقل مريح وبتهوئة طبيعية، ويرى أصحابها أنها وسيلة لا تسهم في تلويث البيئة وتدر عليهم دخلا معقولا. توك توك سيارة جيدة، الناس مقبلة عليها لأن سيارة مريحة ومقربة ولا عندها مشكلة، وأنا من الوسائل نخلي وتنا قبلها هي بأن هي سيارة جيدة ما تكون سوم إنسان سياسر، والناس قابلة عليها راكبتها وممكن ولا عندها مشكلة ودخلها زين، احنا دخلها زين عندنا دخل سيارات الأخرى، يقول لي أيوك ياسر من قزبار وكرواي وهي عادية سيلة كليسانس، دخلها زين مرة دخلها 15 مرة دخل 20. وتحظى سيارة التوك توك بقبول كبير لدى المواطنين، حيث تمنحهم الراحة
خاصة في الفترة الصيفية على حد تعبيرهم. بالنسبة لي أنا في الحقيقة دائما العود جاي خائلين هون إلى مدريد وأفركو، هي سيارتي المفضلة في الحقيقة، هي سيارتي المفضلة دائما أركبها، والمواطنين مولي قابلين عليها إقبال جيد، لأن فترة الحر دائما اختاروا هي بهم الحر مفهوم، وذاك بقى ما يغني عن مثلا التاكسيات المحتاجين أصلا. إلى جانب التوك توك تسهم كذلك ثلاثية العجلات واو بدورها في نقل المواطنين تارة وفي نقل بضائعهم تارة أخرى، إلا أنه لأصحاب هذه الوسيلة رأي آخر، إذ يواجهون عدة مشاكل على مستوى هذا القطاع، منها ضعف إقبال المواطنين عليها وقلة دخلهم اليومي منها. ومن ناحية العمل الساعة اللي جاوا المطارات جابرين المشكلة من اللي قالوا الأجانب هم اللي تشتغلهم حكما. الصباح نحن هون اللي حكما واقفين من لغات نجبروش، من لغات ما نجبرو. بلي ذا اللي يشتغلوا نحن الأجانب ما هم اللي يشتغلوا به، الأجانب هم اللي جابرين المشكلة منهم الوحيد ضاربين شنقالوا قطاع العمل لهم. ويواجه النقل عموما في موريتانيا وفي العاصمة نواكشوط خصوصا مشكلات عدة، فبغض النظر عن المحاولات الرسمية لتنظيم هذا الحقل وضمان انسيابيته، فإن الناقلين ما يزالون يشكون من ارتفاع أسعار المحروقات وبقاء التكلفة على حالها، مما يزيد من صعوبة العمل بصعوبة متطلبات الحياة اليومية. الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. وصول الفوج الثاني من الحجاج الموريتانيين إلى الديار المقدسة وترقب لوصول باقي الأفواج عبر رحلات لاحقة. البنك المركزي الموريتاني يعلن في نواكشوط عن الفائزين في مسابقته للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. حبوب وريح قوية على بلدية نملان بولاية تيغان تخلف سقوط عدد من المساكن، والمتضررون يدعون السلطات لمساعدتهم. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.